الأخرى وأيد سوسين تشمد من المجاهدين ومن الرجال الأحرار الذين بنوا تاريخ الجزائر نترحب عليه ونقرأ سورة الفاتحة على روحه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعطيكم الصحة والسلامة. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre désire encore s'exprimer parmi les amis Voilà, cette partie est une partie de témoignage d'amitié des Suisses et des gens qui vivent en Suisse et qui veulent s'exprimer à un niveau amical.